جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين له سؤال ملخصه: إذا كان المسلم في حالة الذكر لله سبحانه وتعالى وأتاه شخص فكلمه وقطع الذكر ثم استأنف الذكر، هل يؤثر ذلك؟ لا يؤثر ذلك إن شاء الله، خصوصا إذا كان الذي كلمه لحاجة فلا يؤثر هذا. أما إذا كان التكليم لغير حاجة فلا ينبغي قطع الذكر، ولا ينبغي الإنسان أن يكلم إنسانا مشغولا بذكر الله عز وجل أو بتلاوة القرآن أو بحديث مع شخص آخر، لأن هذا من الآداب. وإنما الحاصل أنه لا بأس بذلك، ولكن الأولى أنه إذا كان تكليم المشتغل بذكر الله تكليمه ليس لأمر ضروري أو لأمر ملح، فالأولى عدم تكليمه وتمكينه من مواصلة ذكر الله عز وجل. نعم.